شاهد ماذا قالت فتاة فرنسية ملحدة بعد أن رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامها وكيف أنقذها الله من الموت. في إحدى مدن المغرب وبالتحديد في مدينة الرباط، ومنذ فترة قريبة وقعت حادثة غريبة أشبه بالمعجزة، وكانت بطلة هذه الحادثة بطلة فرنسية ملحدة كانت في جولة سياحية مع صديقاتها في المغرب. تحكي لنا هذه الشابة الفرنسية القصة التي حدثت معها والتي لم يصدقها الناس حتى رأوا الأدلة بأم أعينهم. تقول الشابة الفرنسية: منذ عدة سنوات اشتركت بمجموعة سياحية مع صديقاتي لزيارة المغرب والاستمتاع بفصل الصيف فيها، وبالفعل فقد زرنا بعض المعالم المشهورة في المغرب ورجعنا إلى الفندق لنقضي الليلة. وخلال نومي حلمت برؤية عجيبة، وكانت الرؤية أن رجل جميل الشكل يرتدي ملابس بيضاء أتاني في المنام وكان يتجه إلي ويقترب مني، ولا أعلم أن خطر في بالي أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عنه المسلمون دوما. فرأيته يقترب مني ماسكا بيده مصحفا، وعندما أصبح أمامي أعطاني هذا المصحف فأخذته في يدي وانتهى المنام. واستيقظت من نومي وأنا في منتهى الاستغراب والتعجب، وقد أثرت فيني هذه الرؤية بشكل كبير جدا لدرجتي أن جسدي كان يرتجف ويقطر عرقا عندما استيقظت. والغريب في الأمر أنني كنت بعيد عن الأجواء الدينية والعبادة كلها، فقد كنت أقرب إلى الإلحاد من الإيمان بوجود الله. فأسرعت إلى صديقاتي الفرنسيات لأخبرهم بمنامي، ولكنهم قالوا أن هذه مجرد أحلام وتفاهات لا معنى لها، فلا تلقي لها بالا وتعالي معنا لنسيك هذه التفاهات. ولكن الموضوع لم يغادر تفكيري، فذهبت لأقابل بعض علماء الإسلام في المدينة، فقد شعرت هذا الحلم هو أمر من ربي بأن أدرس الإسلام. وبعد أن انتهت رحلتي مع صديقاتي قلت لهم أنني لن أعود معكم إلى فرنسا وأريد أن أبقى هنا في المغرب. فعرضوني بشكل كبير واتهموني بالجنون والغباء، ولكنني صريت على البقاء ولأفهم لغز المنام العجيب. وبعد ذلك بدأت بدراسة الإسلام والقرآن وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أعجبت بفصاحة اللغة العربية بالرغم من صعوبتها، وحاولت إتقانها واقتنعت بالدين الإسلامي واعتنقت الإسلام وبقيت في المغرب ووجدت عملا بها سنة بعد سنة، حتى أن جاء أحد الأيام وحدثت معي مصيبة كبيرة. فبينما كنت أستحم أحسست شيئا غريبا في صدري، فحاولت أن أمسكه أحسست بكتلة قاسية في صدري، فخفت كثيرا من ذلك وأسرعت لأشهر طبيب بالمدينة ليفحصني، وللأسف قد قال لي إنه ورم سرطاني خبيث وأنه في مرحلة متقدمة وقد انتقل إلى أجزاء أخرى من جسدي ولا فائدة ترجع من الجراح، فمن غير الممكن إزالة الورم. كان هذا الخبر كالصاعقة التي نزلت على رأسي وقلبت حياتي رأسا على عقب. فمعنى هذا الكلام أن موتي قد اقترب. وفي تلك الفترة كان هنالك فوجا سياحيا فرنسي قادم إلى المغرب، كانت فيه صديقاتي التي قد قدمنا معي في المرة الأولى، فأتوا لزيارتي ووجدوني مريضة حزينة متعبة، فبدأوا بالبكاء علي وقالوا: ألم ننصحك بعدم بالبقاء هنا؟ هيا وضي بأغراضك بسرعة وعودي معنا إلى فرنسا، وهنالك ستجدين من يستطيع القيام بإزالة الورم. فالطب عندنا كما تعلمين متطور بشكل كبير، ولا بد أن نجد علاجا لمرضي. ولكنني لم أشعر بالرغبة بترك المغرب والعودة إلى فرنسا، فرفضت. فقالوا لي: لقد تركناك أول مرة ولن نوافقك على البقاء هذه المرة أبدا، ولن نسمح لك بأن تفعل ذلك بنفسك، وبالرغم من صديقاتي فلن أقبل بالعودة. وفي ذات الليلة وبعد أن ذهبت صديقاتي انهارت بالبكاء، فتوضأت وصليت وبكيت طوالا في الصلاة، وبقيت أدعو ربي وأناجيه لوقت طويل وكأنه أمامي، وقلت: يا رب، إن صديقاتي وأهلي قد سخروا مني للبقاء هنا واختياري للإسلام، ولاموني واتهموني بالضلال والغباء، وليس لي إلا أنت في هذه الحياة، فلا تتخلى عني يا إلهي. وخلال بكائي على سجادة الصلاة أخذني النعاس، فنمت عليها ولم أستيقظ إلى الصباح. فذهبت لأغسل وجهي ومددت يدي لأتحسس الورم في صدري، فقد كان عندي هاجس أتحسس به كل ساعة، ولكن يا إلهي بمجرد أن وضعت يدي على صدري لم أحسس بالورم، وصرت أبحث عنه ولم أجد شيئا ولم أدرك لم يحصل معي، وأسرعت إلى الطبيب
فكشف على الورم ليفحصه جاءته صدمة وقال لها كل شيء عندك طبيعي، وسعى إلى مكتبه وأخرج كتابا كان يكتب فيه أسماء المرضى مع أمراضهم وأدويتهم، ولذلك كي يتأكد فوجد اسمي بجانبه قد كتب سرطان الثدي في مرحلة متأخرة وانتقال إلى أعضاء أخرى. فقال كيف حصل هذا؟ غير ممكن، أين اختفى الورم؟ ثم قالت الشابة إنكم أيها المسلمون لديكم كنز لا يقدر بثمن ولكنكم لا تقدرونه، ألا وهو الإسلام والصلاة، والحمد لله الذي هداني لهذا الدين وشفاني بيده وقدرته. هذه القصة رواها الدكتور مصطفى محمود، وقد روتها له المرأة الفرنسية في المغرب وجها لوجه. وفي هذه القصة عبرة رائعة يجب أن يعلمها الجميع، وهي أن من يترك حياته لله فإن الله لن يتخلى عنه أبدا وسيخرجه من كل كرب ومصيبة وقع بها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.